السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله بتكونوا بكل خير. طيب، خلينا نروح على النوتس يا شباب ونكمل من النقطة اللي وقفنا عندها. طيب هلأ هون المرة الماضية تعرفنا على الـ classification of systems، قلنا اللي هم linear and non-linear systems و variant and time variant and time invariant systems، والنوع الثالث اللي هو أو الـ classification الثالث اللي هو كان realizable and non-realizable systems. بعدين جينا تعرفنا على اللي هي exponential Fourier series representation of the signal of t. وقلنا أنه exponential Fourier series هي عبارة عن another representation for the signal in the frequency domain. حلينا هذا الexample كمان. طيب نيجي هلأ على السكشن هذا اللي هو كمان يعني هو في تطبيقات على exponential Fourier series اللي هي Parseval's theorem for power signals. ماشي، هلا اذا كان عندي طيب اذا كان عندي signal f of t، ماشي، وهي السيجنال هي اصلا باور سيجنال، عرفنا انه هي او يعني معروف انها هي باور سيجنال، فبدي اطلع لها الباور. حكينا انه قانون الباور اللي هو بي بتساوي، طبعا اذا كانت السيجنال بيريوديك، كمان عندنا السيجنال بيريوديك هون بيريوديك سيجنال، فانه قلنا انه الباور هي الواحد على تي في الانتجريشن from تي minus from minus two from minus تي على اثنين لتي على اثنين ماجنتيود للاف اوف تي تربيع دي تي. طيب هلا طبعا بدنا شغله اذكر فيها انه قبل ما اكمل هون نرجع مره ثانيه لقانون الباور، قانون الانرجي اللي تعرفنا عليه بدايه المحاضره الاولى، اللي هو هذا القانون. بس شغلة أذكركم فيها إنه هون عنا يا شباب هاي قانون الإنرجي، ماشي، بدنا نحط ال نحط واحد على R، أوكي، بالقانون. نفس الشيء هون عنا بالقانون الباور بنحط على واحد على R، أوكي. هون القانون تم اشتقاقه على أساس إنه ال R بتساوي 1 ohm، أوكي، لكن بالحالة العامة إنه الـ R تأخذ أي قيمة، فبالتالي لازم ننسى، ما ننسى الـ R اللي في القانون هون تبع الإنرجي وقانون الباور. طيب طيب فمرة ثانية إذا نرجع على الـ Parseval's theorem for power signals، فإذا كانت عندي السيجنال هي periodic signal، فإنه قانون الباور هو عبارة عن واحد على T وفي واحد على R في الانتجريشن. طبعا هون قايل لي الاشتقاق بدنا نشتقه بالنسبة ل 1 ohm، خلينا نشيل الواحد على R. فهلا هون عندي قانون عام إنه بيقول لي الباور بتساوي في حالة الـ periodic signals واحد على T from minus T على 2 لـ T على 2 magnitude of f of t squared dt. اوكي، هلا هذا الماجنتيود magnitude squared ممكن نفكه على ايش، او يعني كيف ممكن نحصله، اللي هو بيساوي ال f of t times ال f of t conjugate. هيك احنا بنكون حصلنا الماجنتيود سكوير. هنا عوضنا بدل الـ f of t magnitude للـ f of t squared، عوضنا اللي هي الـ f of t في الـ f of t conjugate، اوكي؟ طيب الخطوة اللي بعدها هون إنه بدل الـ f of t بدنا نحط عن مكانها اللي هو الـ
الـ exponential Fourier series representation للـ f of t اللي هو هذا summation، وبدل الـ f of t conjugate برضو بدنا نحط الـ exponential Fourier series representation ماشي. طبعا هون الكونجيجيت بدنا نعمل كونجيجيت للكل، فالكونجيجيت بيروح على الكوفيشنس وبنخليها اف سب ان كونجيجيت، والاكسبوننشال لما نعمل له كونجيجيت بتصير الاشاره هون نيجاتيف ساين. اوكي طيب نكمل هلا. طبعا الاوميجا نود اللي عندي هون في القانون بتساوي 2 باي على تي. هلا بنطلع السميشن والكوفيشنس ما بيعتمدوا على التي، فبنطلعهم برا التكامل وبنخلي بس الاكسبوننشلز جوا التكامل، فبصير عندي الاكسبريشن بهذا الشكل. بصير عندنا الباور سميشن الاف صب ام سميشن الاف صب ان كونجيجيت، وال في مقسوم على كابيتال تي، وعندنا الانتجريشن هون بيكون بس بدلاله الاكسبوننشلز. هسه الانتجريشن للاكسبوننشل اذا كانت الام ما بتساوي الان، فبالتالي احنا قاعدين بنعمل انتجريشن لساينوسويدز، والانتجريشن لساينوسويدز على فتره كامله شو بيساوي؟ بيعطيني صفر. اوكي لكن اذا كانت الام بتساوي الان فهون ايش بيكون عندي؟ بيكون اكسبوننشال مرفوع للباور 0، وبالتالي بكون انا بكامل على فول بيريود، فبيكون نتيجه التكامل هذا بتساوي تي، في عندي برا قسمة على تي فبصير تي على تي، فبيعطيني الجواب بيكون واحد. فتصفي اللي بضل عندنا هون بيطلع عندي من التكامل بس واحد، هذا التكامل كله بيطلع منه واحد، صفي انه بيروح التكامل كله بيضل عندي بس الدبل سميشن. والدبل سميشن طبعا قلنا هون الشرط الوحيد انه الان بتساوي ام، فبالتالي الدبل سميشن الان بتساوي ان نحولها لسميشن واحد، وبصير الاف صب ان في الاف صب ان كونجيجيت. هذا ايش بيساوي؟ طبعا بتحول انه الباور بتساوي السميشن للفوريير كوفيشنس ماجنتيود الفوريير كوفيشنس تربيع. اوكي فالنتيجه النهائيه من البارسيفالز ثيوريم هي انه اعطتني طريقه لايجاد الباور للبيريودك سيجنلز، يا اما بالتايم دومين باستخدام القانون اللي احنا بنعرفه، او باستخدام الفورير كوفيشنتس اللي هو بالفريكوانسي دومين. اوكي طبعا هون قلنا هذا القانون اذا كانت الار ما بتساوي واحد فلازم احط واحد على ار هون، لازم احط واحد على ار هون. اوكي فهذا اذا البارسيفالز ثيرم. طيب خلينا نيجي نحل اكزامبلز على البارسيفالز ثيرم. عندي الاكزامبل بيقول لي determine the average power of f of t بتساوي 2 مضروبه في ساين ال 100 تي. طيب خلينا هذا الاكزامبل نحله بالتو دومينز، نحله على البارسيفالز ثيرم اول مره بالتايم دومين الطريقه العاديه، ثاني مرة نحله باستخدام الفوريير كوفيشنتس. إكزامبل اللي هو determine the average power of f of t بتساوي 2 sin 100 t ماشي. طبعا هون بدنا نتذكر يا شباب انه اذا السؤال نفسه مش جاي بيصير عن الريزيستنس، فبدي افترض انه الريزيستنس بتساوي واحد. اوكي انه هاي الديفولت فاليو، لكن اذا كانت قيمه ثانيه غير واحد بذكر لي السؤال كم قيمه الار. طيب ف determine the average power of the signal f of t. اذا حسب البارسيفالز ثيوريم انه الباور بتساوي
واحد على r في t integration from minus t على 2 up to t على 2 magnitude ال f of t squared dt ونفسه بتساوي برضو اللي هو الواحد على r summation from n equals minus infinity للانفينيتي ال f sub n تربيع. اوكي هذا اذا خلينا نبلش بالدومين الاول اللي هو التايم دومين وهذا الدومين الثاني اللي هو فريكوانسي دومين. طيب اذا الباور حسب التايم دومين اللي هو طبعا اول شيء خلينا نحدد قبل ما نحط القانون نحدد انه كم قيمه التي او خلينا نشوف كم قيمه الاوميجا. الاوميجا كم بتساوي يا شباب؟ الاوميجا نود بتساوي 100 راديانز بير سكند. اوكي فالتي كم بتساوي؟ بتساوي 2 باي على 100 اللي هي سكندز. بلا عندنا بقانون الباور واحد على تي اللي هو كم بيكون؟ 100 على 2 باي انتجريشن من ماينس تي على 2 لتي على 2. طبعا مره ثانيه قلنا انه الحدود هاي من ماينس تي على 2 لتي على 2 شرط نلتزم فيها، انما الفكره انه نعرف انه حدود التكامل انه هم بغطوا 1 فول بيريود، فممكن نختار هون من صفر لتي. ماشي فانا بدي اختار من صفر لتي. التي اللي هي كم قيمتها قلنا؟ اللي هي باي على 50. اوكي والاف اوف تي تربيع اللي هو 4 ساين سكوير ال 100 تي دي تي. ماشي هلا الساين سكوير شو ممكن نبدلها حسب المتطابقه؟ الساين سكوير اللي هي عبارة عن واحد ماينس كوساين 200 تي على 2 نص. مظبوط حسب المتطابقة اللي قلنا انه كوساين 2 ثيتا شو بتساوي؟ ساين ساين سكوير ثيتا ماينس كوساين سكوير ثيتا وبالتالي هون عندنا الساين سكوير نخليها هون ماينس اللي هي 1 ماينس الساين سكوير ثيتا. هذا ايش بيساوي؟ اللي هو 2 ساين سكوير ثيتا ماينس 1. مضبوط فبصير عندنا ال فبصير عندنا 2 ساين سكوير ثيتا شو بتساوي؟ بتساوي 1 ساين اوكي هاي summation بالضبط هاي summation فبتصير عندنا هون اللي هي 2 sin squared theta minus 1 ماشي بصير عندنا 2 sin squared theta بتساوي اللي هو 1 plus cosine 2 theta وبتصير عندنا sin squared theta بتساوي اللي هو 1 plus cosine 2 theta على 2. اوكي فهون عندنا اللي هاي بتصير جمع فبنبدل هون بدل ساين سكوير بنزل الاكسبريشن هذا فبصير عندنا اللي هو 50 على باي الانتجريشن من صفر لباي على 50 هون بتصير عندنا ايش؟ 2 بلس 2 كوساين 200 تي دي تي وهذا ايش؟ بصير عندنا 50 على باي الانتجريشن من صفر لباي على 50 2 دي تي بلس عندنا 50 على باي انتجريشن من صفر لباي على 50
2 كوساين 200 تي دي تي. اوكي طيب يا شباب، بدنا نعرف انه هون عندي الكوساين هو عباره عن بيريودك سيجنال، وبعدين احنا بنكملها على ايش؟ بنكملها على 1 فول بيريود. اوكي فايش بيكون الناتج من الانتجريشن؟ بيكون عندي زيرو. دائما اي بيريودك سيجنال كامله على 1 فول بيريود بيعطينا صفر. فبصفي انه بيطلع من التكامل اللي هو او يعني من الاكسبريشن هذا بيطلع عندنا التكامل الاول، فبصير عندنا 50 على باي مضروبه في ايش؟ 2 باي على 50. هذا ايش بيعطينا؟ 2 واتس. اذا الباور اللي موجوده في السيجنال اف اوف تي هي عباره عن 2 واتس لما حليناها بالطريقه الاولى. اوكي اللي هي بالتايم دومين. هلا بدنا نروح نشوف ال نحلها بالدومين الثاني. طبعا الجواب عندنا لازم يكون ايش؟ لازم يكون عندنا يطلع نفس الشيء اذا حلنا صحيح. طيب هلا بال فورير كوفيشنز دومين قلنا انه الباور شو بتساوي؟ السميشن للاف صب ان سكويرد، والان عندنا ماينس انفينيتي لا الانفينيتي. هلا عندنا الاف اوف تي مره ثانيه هي عباره عن 2 ساين ال 100 تي. اوكي هلا لما تكون عندي طبعا الاف ان عشان اطلع الكوفيشنز قلنا بدنا نطبق القانون اللي هو 1 على كابيتال تي من ماينس تي على 2 تي على 2 الاف اوف تي exponential minus j in omega node t dt. هذا القانون العام للفورير كوفيشنز. لكن اذا كانت عندي سيجنال اصلا هي على شكل ساين او كوساين اللي هي ساينوسويد، ففي طريقه اسرع اني اطلع الكوفيشنز بدون ما استخدم التكامل هذا. الطريقه انه ايش؟ عن طريق اني احط امثل الساينوسويد هذا بدلاله الكومبلكس exponentials. فعندنا الساين فعليا شو بيساوي؟ بيساوي e to j 100 t ماشي minus e to minus j 100 t ماشي زائد هون عفوا خلينا sin minus cosine minus j sin minus minus j sin. اوكي على ايش؟ على 2 j. اوكي هاي الساين لحالها اي ساين سيجنال هيك حسب قانون اليولرز ايدنتيتي. القانون تبعها هو عباره عن اكسبوننشال. يعني إذا كان عندي مرة ثانية ساين مثلا ثيتا ماشي هي عبارة عن فعليا عبارة عن الـ E to J ثيتا ماينس E ماينس J ثيتا مقسومة على 2 J ماشي. هذا القانون العام اللي هو يولرز ايدنتيتي. طيب فهون نفس الشيء بنطبق. هلا في عندي هون مضروبة ساين بكوفيشنس مقداره كوفيشنت مقداره 2، وبالتالي بضرب هون في 2 فبتروح عندي 2 اللي هون. اوكي طيب فبصفي انه بصفي انه هون الاف اوف تي قدرت اكتب على شكل اللي هو اي تو جي 100 تي على جي ماينس خلينا بلس ماينس جي e to minus j 100 t ماشي. فبقدر انا اقول هذين هم اصلا الكوفيشنتس تبعون الاكسبوننشال فورير سيريز. فهون عندي اللي هو minus j اكسبوننشال j 100 t plus j e minus j 100 t ماشي. وهذا بقدر اسميها f1 f sub 1
في E to J Omega node في 1 في T plus اللي هو F sub minus 1 في E to minus J Omega node أو خلينا نحط هون Omega 1 Omega node عفوا minus 1 في T ماشي. فهون لما نعمل matching هذا بيعبر لي عن ال n بتساوي واحد لأنه عندي هون ال n قيمتها واحد في الإكسبوننشال، وهاي عنا ال n بتساوي minus 1 لأنه ال n هون عندي minus 1 في الإكسبوننشال. فبصفي الصميشن هذا اللي بيروح من minus infinity للإنفينيتي كل ال f n's بتساوي صفر عدا ال n بتساوي واحد وماينس واحد except for n equals plus minus one. okay. فهون إذن f of t كتبت بدلالة ال exponential Fourier series، فبصفي إن نعوض مباشرة بقانون الباور. فقانون الباور هذا نزل هون بصير عبارة عن ال f one squared plus ال f minus one squared magnitude. فعندنا ال F1 كم قيمتها؟ اللي هي هاي minus J، فالماجنتيود لل minus J square plus ال F minus 1 اللي هي J ماشي؟ اللي هي الماجنتيود لل J square. اوكي؟ فطبعا الماجنتيود لأي لل J شو بيساوي؟ بيساوي واحد، هون عبارة عن واحد plus واحد، وهذا ايش بيساوي؟ 2 واتس. اوكي؟ فإذا نلاحظ أنه الباور طلعت معي نفس القيمة في الحالتين، المرة الأولى اللي هي كانت في التايم دومين والمرة الثانية اللي هي في الفريكونسي دومين. طيب نرجع للنوتس. نيجي هون عندنا مراجعة سريعة يا شباب بالنسبة ل برضه يعني شغلات مرينا عليها في السيجنالز اللي هو سنجولاريتي فانكشنز. هلا سنجولاريتي فانكشنز هي عبارة عن خلينا نقول imaginary functions أو يعني functions غير موجودة على أرض الواقع، لكن فيها features معينة بنقدر نستخدمها في حلولنا في الديزاين تبعنا، وبتعطينا يعني تسهل علينا الحل رقم واحد. رقم اثنين الجواب اللي بيطلع معانا بيكون مقارب بشكل كبير للشيء الواقع. اوكي السنجولاريتي فانكشن الاول اللي هو اليونت امبلس فانكشن ماشي، او اللي هو بنسميه ديراك دلتا فانكشن. طبعا اكيد كلكم مريتوا عليه دلتا اوف تي اللي هو بهذا الشكل بنكتبه. فالدلتا اوف تي بتساوي صفر لكل القيم اوف تي عدا عند الصفر، ف هي الزيرو، فهي الدلتا عندي الدلتا اوف تي هذا هو الفانكشن، يساوي صفر في كل مكان عدا عند اللي هو الزيرو. هي قيمة الدلتا هون وهي قيمة الدلتا هون، لكن في عنا امبلس بيروح للإنفينيتي عند ال t بتساوي صفر. طيب هلا نيجي على الفيتشر الثانية بالنسبة أو يعني ندرس الفيتشرز بالنسبة لل unit impulse function. عنا اللي هو الانتجريشن اوف دلتا from minus infinity to infinity ايش بيساوي؟ بيساوي واحد. فهذا الانتجريشن بنسميها اللي هو الاريا اندر ذا امبلس فانكشن. اوكي؟ هاي بتمثل لي الاريا اندر ذا امبلس فانكشن وليس الماجنتيود تبع الامبلس فانكشن. الماجنتيود تبع الامبلس فانكشن قلنا هو صفر في كل مكان، وعندي الزيرو بيروح للانفينيتي. اوكي؟ الماجنتيود تبعه بيروح للانفينيتي، لكن هون التكامل بيمثل لي الاريا تحت الدلتا، فانا بعبر عن انه بحط قوس صغير جنب الدلتا، بحط داخل هذا القوس واحد، هيك معناها انه انا بفهم انه هذا الرقم هو الاريا اندر الدلتا فانكشن. طيب نيجي هلا ندرس بعض الفيتشرز اللي موجودة في الدلتا فانكشن. أول إشي عنا الفيتشر الأولى إنه
sifting property اللي هي sifting property اللي عندي ال f of t مضروبها بال delta of t minus t نود شو بيكون بيطلع عندي؟ عندي ال f of t مضروبها في delta of t minus t نود ايش بتساوي؟ بتساوي ال f of t نود مضروبة في delta of t minus t نود اوكي؟ هاي بنسميها sifting property. هلا طيب نيجي نكامل هذا الشيء. لما نكامل ال f of t نود هون بتصير ال f of t بتصير f of t نود بتصير constant بالنسبه للتايم بنطلعها برا التكامل بضل جوا التكامل اللي هو الدلتا. فبصير عندي التكامل على الدلتا بيساوي واحد، التكامل من A ل B بيساوي واحد اذا كانت ال t نود موجوده ضمن الفتره اللي هي من A ل B، اوكي؟ فبينزل بيطلع عندي برت يعني بيطلع عندي النتيجه من التكامل انه f of t نود اذا كانت ال t نود موجوده في الفتره A ل B، اذا كانت ال t نود برا الفتره A ل B كل هذا الشيء بيطلع عندي الجواب النهائي بيطلع عندي زيرو. اوكي؟ طيب هلا هون عندنا اكزامبل على السيفتنج بروبرتي ايفالويت ذا انتجرال اللي هو الانتجريشن ل اي ريز تو ذا باور كوساين تي في دلتا اوف تي ماينس باي دي تي. طيب فبدنا كيف بدنا نحله هذا الاكزامبل؟ خلينا نروح على الوايت بورد. نطلع اللي هو evaluate integration من minus infinity للإنفينيتي e to cosine t delta of t minus pi dt. خليني أتأكد بالضبط. هون بدنا نعمل evaluation. أول إشي في عنا هون ال e to the power cosine t مضروبة في الدلتا، اوكي؟ فهون بهي الحالة ايش بدنا نسوي؟ هذا بصير تكامل اللي هو e to cosine pi مضبوط في delta of t minus pi dt. هلا e to cosine pi عبارة عن constant بالنسبة لل dt فبنطلعها برا التكامل، بصير e to cosine pi في الانتجريشن delta of t minus pi dt، اوكي؟ طبعا عندنا حدود التكامل هون من minus infinity للانفينيتي، اوكي؟ فبصفي عنا هذا التكامل، هذا التكامل كله ايش بيساوي؟ بيساوي واحد. فبيطلع عنا ايش الجواب النهائي؟ بيكون e to cosine pi اللي هي ايش بتساوي؟ cosine pi اللي هي minus one، فبتصير e to minus one. اوكي طيب نيجي نشوف كأنه في اكزامبل ثاني. الاكزامبل الثاني اللي هو evaluate example هو evaluate integration من واحد ل infinity e to minus x squared delta of x dx. اوكي هاي ايش بدها تسوي يا شباب؟ طبعا الدلتا اوف اكس هون ايش عباره عن دلتا اوف اكس ماينس 0. اوكي هلا بتصير عندنا الانتجريشن هذا ايش بصير؟ بصير من 1 ل انفينيتي اي تو 0 مضبوط في دلتا اوف اكس دي اكس. ال e to 0 ثابتة بنطلعها e to 0 في ال integration from 1 to infinity delta of x minus خلينا هون نخليها delta of x minus 0 هون delta of x minus 0 dx. طيب هلا بس ننتبه هون على حدود التكامل، نلاحظ انه الزيرو مش موجودة بالفترة من 1 ل infinity، ماشي؟ الفترة اللي عندي الزيرو is not من واحد لإنفينيتي، ماشي؟ وبالتالي هاي إيش رح تعطينا هذا كله؟ رح يعطينا زيرو.
بالتالي الفاينل انسر من التكامل كله راح يطلع عندي صفر. ماشي، هلا هذا كان التكامل الاول. في عندي كمان تكامل ثاني اللي هو من 1 ل 100 لوغاريتم تي لوج تي مضروب في ايش؟ دلتا اوف تي ماينس 10 دي تي. طيب هاي ايش بتساوي؟ حتساوي عندنا هون اللي هو الانتجريشن للوغاريتم العشرة في دلتا اوف تي ماينس 10 دي تي. لوغاريتم العشرة بتطلع برا التكامل، والانتجريشن من 1 ل 100 دلتا اوف تي ماينس 10 دي تي. العشرة موجودة في الفترة من 1 ل 100 مظبوط، فصفي هذا كله بيعطينا التكامل بيعطينا 1، فبطلع بصير الجواب النهائي اللي هو لوغاريتم العشرة واللي هو ايش بيساوي 1. طيب خلينا نرجع هلا على النوتس نكمل دراسة الـ other features بالنسبة للدلتا function. طبعا قلنا الـ area تحت الدلتا function بتساوي 1 إذا كانت الـ T node يعني موجودة في الفترة من A ل B. طيب الـ amplitude بالنسبة للدلتا function، الـ amplitude هون عندنا قلنا for delta of t minus t node بتساوي 0 everywhere، لكن عدا t بتساوي t node. اوكي، وعند t node بتكون undefined. اوكي، من delta of t minus t node equals 0 for all t except for t equals t node. عند t at t equals t node the function is undefined. نفس الشيء هون عندنا الدلتا اوف 0 is undefined اللي هي لانه بتكون صفر عند كل مكان عدا عند الزيرو بتكون undefined. برضو عندنا اللي هي خاصيه السيمتري بالنسبه للدلتا فانكشن، دلتا اوف تي بتساوي دلتا اوف ماينس تي، وعندنا تايم سكيلينج بروبرتي اللي هي دلتا اوف اي تي اذا ضربت التي هون عندي بسكيلينج فاكتور مقداره اي شو بيساوي؟ شو علاقته بدلتا اوف تي؟ اللي هي واحد على الماجنتيود اوف اي مضروبه في الدلتا اوف تي. هاي اسمها تايم سكيلينج بروبرتي. ماشي، لان هون اكزامبل على التايم سكيلينج. عندنا هون ايفالويت اللي هو الانتجريشن from minus infinity to infinity t squared sine t squared e to minus sine t cosine 2t. And the e squared t squared e to minus sine t okay مضروبة في cosine 2t وبعدين هون ايش؟ دلتا اوف 2t minus 2pi دلتا اوف 2t minus 2pi dt. اوكي، طيب فبدنا نعمل ايفالويشن لهذا الانتجريشن. اول شيء بنلاحظ انه عندي هون t مضروبه بفاكتور مقداره 2، بالتالي هاي ايش بنسميها تايم سكيلينج بروبرتي. عندي تايم سكيلينج، خلينا اول شيء نخلص من تايم سكيلينج اللي موجود في الدلتا بعدين بنشوف الاشياء الثانيه. فهون عندي الدلتا اوف 2t ماينس 2pi شو بتساوي يا شباب؟ بتساوي 1 على الماجنتيود ال2 في دلتا اوف t ماينس باي. اوكي، فخلينا نعوضها في الانتجريشن. هذا ايش بصير؟ بصير من ماينس انفينيتي لانفينيتي وعندنا 1 على 2 تي سكويرد اي ماينس ساين تي كوساين 2 تي في دلتا اوف تي ماينس باي دي تي.
طيب أنا هلأ الدلتا هم في عندي معمولة شيفت أو ديلي بمقدار باي، فبنعوض بتصير عندي اللي هو 1/2 الانتجريشن للباي سكويرد اي ماينس ساين باي في كوساين 2 باي في دلتا اوف تي ماينس باي دي تي. مزبوط، وهذا ايش الكونستانس كلها بنطلعها برا، فبصير عندي باي سكويرد على 2 اي ماينس ساين باي اللي هي اي تو 0. مزبوط، كوساين 2 باي بتساوي 1 في الانتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي دلتا اوف تي ماينس باي دي تي. ماشي، هذا كله بروح بصير 1، فبصير عندنا الجواب الاخير هو باي سكوير على 2. طيب في عندنا كمان اكزامبل ثاني اللي هو ايفالويشن، كمان ايفالويت اللي هو من ماينس انفينيتي تو انفينيتي دلتا اوف 1 ماينس باي تي دلتا اوف 1 ماينس باي تي في كوساين 1/t دي تي. ماشي، نطلع هلا مره ثانيه على هذا الانتجريشن، نلاحظ انه الباي التي مضروبه في ماينس باي، اوكي، فهذا عندنا ايش تايم سكيلينج. خلينا نخلص من التايم سكيلينج الاول بعدين نكمل الحل. فعندي الدلتا اوف 1 ماينس باي تي شو بتساوي؟ بتساوي 1/ماجنتيود الماينس باي في دلتا اوف تي ايش تي ماينس نقسم على ماينس باي، فبصير اللي هي تي ماينس الواحد على باي، اوكي. فهل التكامل هذا تبعنا شو بصير؟ بصير الانتجريشن كوساين الواحد على تي مضروب في دلتا اوف تي ماينس واحد على باي دي تي، في عنا اللي هو سكيلينج واحد على باي من برا ماينس انفينيتي للانفينيتي. هلا بصير عندنا بنعوض بالتي، نحط مكانها ايش؟ واحد على ماينس، بنحط مكانها واحد على باي عفوا، فبصير عندنا 1/ كوساين الواحد على 1/باي بتصير كوساين الباي في دلتا اوف تي ماينس 1/باي، اوكي دي تي. الكوساين باي بنطلعها اللي هي ماينس 1، فبصير عندي هون ماينس 1/باي في الانتجريشن من ماينس انفينيتي للانفينيتي دلتا اوف تي ماينس 1/باي دي تي، وهذا ايش بيساوي؟ الانتجريشن بيساوي 1، وبصف عندي الجواب الاخير هو ماينس 1/الباي. ماشي، نرجع على النوت. طيب هلا عندي كمان السيفتنج بروبرتي يا شباب، ذكرناها السيفتنج بروبرتي اللي هي قلنا انه اي فانكشن اف اوف تي بضربه بدلتا اوف تي ماينس تي نود بصير الجواب ايش؟ اف اوف تي نود اللي هو الفانكشن نعمل ايفالويشن عند نقطه تي نود مضروب في الدلتا اوف تي ماينس تي نود، هاي اسمها السيفتنج بروبرتي. طيب هلا السنجولاريتي فانكشن الثاني اللي بدنا نتعرف عليه اللي هو الاول، اذا قلنا هو الدلتا فانكشن، الثاني اللي هو اليونت ستيب فانكشن، اوكي. اليونت ستيب فانكشن كمان بجوز معظمكم اكيد بتعرفوه، هو عباره عن فانكشن عند نقطه معينه قيمته دائما صفر، عند نقطه معينه بصير قيمته تساوي 1، اوكي. فالجنرال فورم اللي هو يو اوف تي ماينس تي نوت تساوي 1 اذا تي تساوي 1 اذا تي اكبر من تي نود، وبيساوي 0 اذا تي اقل من تي نود. طبعا هون في كتب بتعرف اليونت ستيب فانكشن، بتحط مثلا بتحط عندنا هون اذا تي اكبر او تساوي من تي نود،
في كتب يعني بتقول انه عند تي نوت قيمه الفانكشن واحد واقل من تي نوت قيمه الفانكشن صفر، وفي كتب بتقول لا انه بتشيل المساواه بتقول قيمه الفانكشن بتساوي واحد اذا هو اكبر من تي نوت، بتساوي صفر اذا هو اقل من تي نوت، بيساوي او بيكون undefined undefined عند تي بتساوي تي نوت. فهي يعني different definitions بالنسبه ل يعني وجهات نظر مختلفه. احنا كتابنا بيقولنا هيك معرف اليونت ستيب فانكشن في حاله اكبر او اصغر، ومش قايل لنا عند تي نوت شو بيساوي. اذا هذا الشكل اليونت ستيب فانكشن، اذا هو قبل التي نوت فور values of t less than t نوت قيمه الفانكشن بتكون صفر، عند values of t greater than t نوت شو بيكون بصير فانكشن قيمته واحد. هون بيروح للانفينيتي، هون بيروح للماينس انفينيتي. اوكي، اذا كان الفانكشن عندنا مثلا اذا كانت التي نوت بتساوي صفر، فبصير عندنا اليونت ستيب فانكشن يو اوف تي بيكون ايش شكله، عبارة عن عند الزيرو بروح بصير واحد، وقبل الزيرو بيكون زيرو. اوكي، طيب هلا طبعا بدنا نعرف انه في علاقة تربط اليونت سب اليونت سب فانكشن باليونت امبلس فانكشن. اوكي، العلاقة هي انه الانتجريشن للدلتا فانكشن بيعطيني اليونت سب فانكشن، فالانتجريشن اوف دلتا اوف تاو ماينس تي نوت دي تاو من ماينس انفينيتي للتي بيعطيني اليو اوف تي ماينس تي نوت. نفس الشيء الانتجريشن للدلتا اوف تاو دي تاو بتعطيني اليو اوف تي. اوكي، اذا الانتجريشن للدلتا بيعطيني اليونت ستيب فانكشن، وايضا الطريقه يعني نجيها بالعكس انه الديفرنشيشن للستيب اليونت ستيب فانكشن بيعطيني الدلتا فانكشن. فدي باي دي تي لليو اوف تي بيساوي الدلتا اوف تي، ودي باي دي تي لليو اوف تي ماينس تي نوت جيفز اس اللي هو الدلتا اوف تي ماينس تي نوت. ماشي، خلينا نحل اكزامبل على اللي هو اليونت ستيب فانكشن. Example بيقول لي يا شباب إنه compute and graph the derivative. Example compute and graph the derivative the derivative of the rectangular of the rectangular pulse shown. Then في عندي رسمة للrectangular pulse. هيو هي zero وهي pulse. هي عندي t node وهي t وهي f of t. هاي عندنا الماجنتيود اللي بساوي A. ماشي، مطلوب اشيين، المطلوب اول اشي computation، نعمل computation للديريفاتيف لهذا الفانكشن، والمطلوب الثاني انه نرسم الديريفاتيف. اوكي، اول شيء نوجدها رياضيا، ثاني اشي نرسمها. اوكي، طيب في عندي طريقتين عشان انا احسب الديريفاتيف لهذا الفانكشن. الطريقه الاولى اللي هي ماثيماتيكال، هذا الفانكشن اف اوف تي بقدر اكتبه، بقدر اكتبه كيف؟ ممكن اقول انه اجيب تو يونت ستيب فانكشنز، الاول بيبدا عند الصفر بروح للانفينيتي، واليونت ستيب فانكشن الثاني بيبدا عند التي نود بيروح للانفينيتي. اوكي، فاليونت ستيب فانكشن الاول اللي هو بالبرتقالي شو نكتب، نقدر نعبر عنه رياضيا ايش اللي هو يو اوف تي، مزبوط،
هلأ الـ f of t فعليا هي عبارة عن حاصل أو الفرق بين الـ function اللي بالبرتقالي ما يعني function بالبرتقالي minus function اللي بالأزرق. أوكي function اللي بالبرتقالي قلنا إنه هو خلينا نرسمه بالبرتقالي نكتبه function اللي بالبرتقالي اللي هو u of t minus إيش function اللي بالأزرق. الفانكشن بالازرق ايش؟ يو اوف تي ماينس تي نود. ليش؟ لانه ببلش عند التي نود. فهذا رياضيا هيك احنا بنعبر عن الاف اوف تي. طبعا لانه الماجنتيود اي هون بنضربهم بالفرق هذا بنضربه بسكيلينج فاكتور مقداره اي. خلينا اي في يو اوف تي ماينس اي في يو اوف تي ماينس تي نود. ماشي؟ هي أو عبرنا عن الفانكشن اف اوف تي رياضيا. هسا بدنا نحسب الديريفاتيف رياضيا اللي هي دي باي دي تي لمين؟ للاف اوف تي. ايش بتساوي دي باي اللي هي اي في الدي باي دي تي لليو اوف تي ماينس اي في الدي باي دي تي لليو اوف تي ماينس تي نوت. مضبوط؟ ايه بنزلها ال دي باي دي تي لل يعني اوف يو اوف تي ايش بتساوي؟ اللي هي الدلتا اوف تي وهون عندنا الايه بتنزل ودي باي دي تي لليو اوف تي ماينس تي نوت ايش بتساوي؟ بتساوي الدلتا اوف تي ماينس تي نوت. اوكي فهلا هيك احنا بنكون اوجدنا الجزء الاول من السؤال اللي هو كومبيوت ذا ديريفيتيف. هي الديريفيتيف حسبناها. اوكي طيب هلا الجزء الثاني اللي هو graph the derivative. بدنا نرسم هاي الديريفاتيف. بدنا نرسمها هي عندنا بنرسم اللي هو ال 2 dimensional space. فعندي عند الدلتا اوف تي مضروبه في ايه فبرسم بلس عند الزيرو والاريا تبعته هذا البلس ايش ايه ماشي. بعدين بمشي هون عند التي نود. هاي التي نود في عندي ايش؟ بلس ثاني دلتا فانكشن بس ايش ماله؟ مضروب بماينس اي فنازل لتحت. اوكي فهي عندي انذر دلتا والاريا له ايش؟ اي ماشي. الاشاره طبعا الماينس استفدنا منها انه عكسنا اتجاه الدلتا بدل ما يكون طالع لفوق نزلناه لتحت. فهيك بكون عندنا كملنا الجزئين اللي بتعلقوا او المطلوبين اللي بالسؤال اللي هم اول شيء عملنا كومبيوتيشن لل دي باي دي باي دي تي للاف اوف تي والجزء الثاني اللي هو رسمناه يعني في ال 2 dimensional space. اوكي طيب هاي الطريقه الاولى ان نحل فيها السؤال. الطريقه الثانيه انه ممكن ما نلجئش هون للحل اللي سويناه هون. نحل السؤال مرة واحدة هلا بالرسم هسه بنشوف كيف. طيب ال برضه نمحي هذول التو فانكشنز. هون عندي الفانكشن ال اف اوف تي هون نرسم رسمه ثانيه ل دي باي دي تي. اوكي اللي هي ديريفاتيف اوف اف اوف تي. هلا عندي بنلاحظ انه هون الفانكشن يا شباب كان قيمته صفر عند الزيرو يعني عمل ترانزيشن سريع جدا يعني ديوريشن مقدارها صفر انتقل من الزيرو للاي ماشي. هذا الانتقال هاي الترانزيشن بعبر عنها بايش؟ امبلس عند الزيرو. اوكي لانها امبلس بمده زمنيه مقدارها يعني او انتقال ترانزيشن بمده زمنيه مقدارها صفر، بالتالي هذا بيمثل لي اللي هو ايش؟ بيمثل لي امبلس ماشي. هذا الامبلس طبعا الاريا له ايه لانه احنا رحنا من الصفر للاي فبنحط هون الترانزيشن الاريا لها بتساوي ايه. هلا هون بعد الصفر ضلينا ماشيين على مستوى واحد بدون اي تغيير ماشي.
اوكي التغيير هون احنا الديريفاتيف هي بالنهايه بتقيس للتغيير. انا كنت هون هون تغيير صار نحط مكانه لانه صار في تغيير نحط مكانه دلتا. هلا هون بعد الصفر ماشيين على مستوى A بس ما في اي تغيير اوكي، فهون بقابلها انه ايش زيرو زيرو تشينج اوكي. هلا عند التي نود كنا عند ليفل A، هلا بدنا ننزل بلحظه سريعه جدا بدنا ننزل لزيرو من A لزيرو اوكي ترانزيشن ان زيرو ديوريشن. فهاي الترانزيشن شو بقابلها؟ بقابلها دلتا نازله لتحت و كنا في A ليفل A ونزلنا لليفل 0 فالديوريشن هون عندنا او الاريا هون بتمثلها ب A اوكي. فهذا هيك بطريقه سريعه جدا هيك احنا كنا هيك بالطريقه هاي رسمنا الديريفاتيف للاف اوف تي. واذا بدنا نشوف الماثيماتيكال ريبريزنتيشن مباشره بنقول انه الدي باي دي تي للاف اوف تي بتساوي من الرسمه بتساوي ايش عندنا هون A في دلتا اوف تي ماينس A في دلتا اوف تي ماينس تي نوت. اذا هاي الطريقه الثانيه اللي بنحل فيها السؤال. طيب نرجع للنوتس. في عندي هون كمان الاكزامبل الاخير في هذا الشابتر اللي هو خلينا برضه نرجع للوايت بورد. عندي f of t بتساوي u of t minus u of t minus 3 f of t بتساوي u of t minus u of t minus 3 minus k k في delta of t minus 4 k في delta of t minus 4 ماشي. Determine the required numerical value of k. مطلوب determine the value of k such that اللي هو ال integration من minus infinity لل infinity لل f of t dt يساوي صفر. Okay. إذا يا شباب معطيني الـ f of t، معطيني الـ representation الـ function f of t، بس في عنا unknown اللي هو k، مطلوب إنه نحدد قيمة k بحيث إنه يعني المعادلة التكامل هاي تتحقق، اللي هو integration الـ f of t من minus infinity إلى infinity بيساوي صفر. طيب، فالشرط اللي عندي اللي هو إذا الـ integration من minus infinity للـ infinity لل u of t minus u of t minus 3 minus k في دلتا of t minus 4 هذا كله ايش dt لازم يساوي عندي صفر. اوكي طب قبل ما نكمل هلا في عندي لما يكون عندي دائما عمليه حسابيه بين اللي هم unit step functions يعني اكثر من unit step function فالاسهل علي اني امثلهم بالرسم واحط مكانهم function واحد أو يعني استبدلهم بشيء واحد، فعندي هون الـ u of t minus u of t minus 3، خلينا نرسم أول شيء الـ u of t، u of t هيها، ماشي، والـ u of t minus 3 اللي خلينا عند النقطة بتساوي 3، هاي عندي الـ u of t minus 3، ماشي طبعا الماجنتيود هون واحد. فلما نيجي نقول يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس 3 فعليا احنا هذول بلغوا بعض ظل عندي هذا المستطيل اوكي او هذا البلس يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس 3. فهذا الشيء بقدر اعبر عنه اللي هو الانتجريشن من هاي هون 0 من 0 ل 3 والماجنتيود واحد دي تي ماشي. فخلينا نفصل هذا التكامل جزء موجود في اليونت ستيبس وجزء موجود في الدلتا. فبصير هذا التكامل عندنا بيساوي اللي هو الانتجريشن فروم 0 تو 3 دي تي
minus integration from minus infinity to infinity k delta of t delta of t minus 4 dt. Okay, هذا كله لازم ايش يساوي؟ قايل لي انه لازم يساوي صفر. هذا كله is equal to zero. ماشي؟ هلا تكامل ال dt من صفر لثلاثة ايش بيساوي؟ ثلاث. ثلاث minus the integration of k delta of t minus 4 dt بيساوي صفر. بالتالي ال integration of k delta of t minus 4 dt شو بيساوي؟ بيساوي 3. الـ k عبارة عن constant بنطلعها برا التكامل، فبصير عندي الـ integration from minus infinity to infinity delta of t minus 4 dt بتساوي 3. الـ integration هذا ايش بيساوي؟ 1، فبصفي عندي الـ k كم بتساوي؟ بتساوي 3. ماشي شباب؟ فالفكرة انه الأسئلة على هاي المواضيع جدا سهلة، لأنه أنت يعني مجرد انه انت بتعرف الفيتشرز تبعت اليونت ستيب والدلتا فانكشنز بتصير انت سهل عليك انك يعني بصير انه بس انت فعليا بتطبق هاي الفيتشرز بالحل وبتسهل الاكسبريشنز اللي بين ايديك وبالاخر بيطلع معك الجواب النهائي يعني بسهوله. طيب يا شباب ان شاء الله هيك بنكون كملنا تشابتر نمبر 2 اللي هو الشابتر الأول في هاي المادة، وإن شاء الله بنشوفكم الحضرات القادمة في الشابتر اللي هو رقم 3. السلام عليكم.